السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباؤنا طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية. سنقوم اليوم بإذن الله بمراجعة لتفسير سورة الإخلاص وسورة الماعون. أهدافنا من درس اليوم أن يجيب الطالب على الأسئلة المتعلقة بدرس تفسير سورة الإخلاص وتفسير سورة الماعون. نبدأ أولا بمراجعة لتفسير سورة الإخلاص. هيا سويا نراجع معاني الكلمات. فكر معي في هذا السؤال، صل كل كلمة بالمعنى المناسب لها. لدينا ثلاث كلمات، ما المقصود بأحد؟ الله الصمد كفوا. ولدينا أيضا ثلاث معاني، هو وحده الذي تقصده المخلوقات مماثلا، وحده الذي ليس له شريك. هيا أولا نصل الكلمة الأولى، ما المقصود بكلمة أحد؟ هيا فكر معنا. ممتاز، يقصد هو وحده الذي ليس له شريك، فالله عز وجل واحد أحد لا شريك له في ملكه. الكلمة الثانية، الله الصمد، ما المعنى؟ ممتاز، معناها هو وحده الذي تقصده المخلوقات، فلا نلجأ إلا لله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نطلب الرزق إلا من الله. ما المقصود بكلمة كفوا؟ ممتاز، كفوا معناها مماثلا، أي أن الله تعالى ليس له مثيل في أسمائه ولا في صفاته. بارك الله فيكم. والآن مع السؤال الثاني، هيا لنعدد الأوقات المستحب فيها تلاوة سورة الإخلاص. متى نتلو هذه السورة؟ كان سنة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نتلوها في أوقات محددة. ما هي هذه الأوقات؟ أولا بعد كل صلاة، ثانيا في أذكار الصباح وفي المساء، ثالثا قبل النوم ولطلب الشفاء. ممتاز، بارك الله فيكم. هيا الآن لنكمل العبارات الآتية. فكر معي أيضا، تلاوة سورة الإخلاص تعدل ماذا؟ تعدل ثلث القرآن الكريم، من قرأها فكأنما قرأ 10 أجزاء من القرآن. من أحب سورة الإخلاص ما الذي يحدث له؟ ترى ما الذي يحدث من يحب هذه السورة؟ رائع، من أحبها أحبه الله تعالى وأدخله الجنة، بارك الله فيكم. الآن مع السؤال الثاني، هيا سويا لنستنتج من سورة قل هو الله أحد، من سورة الإخلاص، صفات الله عز وجل. لدينا قل هو الله أحد، ما صفة الله عز وجل في هذه الآية؟ رائع، أن الله واحد لا شريك له. الله الصمد، نستنتج أن الله تعالى ليس له والد وليس له ولد، وأنه صمد، هو وحده الذي تقصده المخلوقات، ولم يكن له كفوا أحد، أي أن الله لا شبيه له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. هيا سويا لنختبر أنفسنا ونجيب على هذا السؤال التالي. أكمل العبارات الآتية، قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، لنا ربك، ماذا نضع في هذا الفراغ؟ ماذا قالوا للنبي؟ ممتاز، قالوا له صف لنا ربك. فأنزل الله تعالى، ماذا أنزل؟ قل هو الله أحد، بارك الله فيكم. الآن نصل إلى مراجعة تفسير الآيات الكريمة. فسر معي الآيات الآتية. قال الله تعالى، لم يلد ولم يولد، ما المقصود بهذه الآيات؟ لم يلد ولم يولد. ممتاز، المقصود بها أي أن الله ليس له ولد، وأيضا ليس له أب ولا أم. ممتاز، بارك الله فيكم.
هيا الآن لنكمل تفسير سورة الإخلاص. فسر قول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ما المقصود بهذه الآية؟ كفوا كما قلنا مماثلا. ما المقصود لم يكن له كفوا أحد؟ ممتاز. المقصود منها أي أن الله تعالى لا يشبهه أو يماثله أحد، لا في صفاته أو أفعاله، فإنه عظيم ليس كمثله شيء أبدا. ممتاز، بارك الله فيكم. السؤال الآتي: ما معنى توحيد الله عز وجل؟ من الذي سوف يجيب على هذا السؤال؟ توحيد الله عز وجل المقصود منه أن نعبد الله تعالى وحده، نعبده فقط ولا نشرك به أحدا أبدا. بارك الله فيكم. هيا الآن لنختبر أنفسنا ونجب على هذا السؤال التالي: ما معنى الصمد؟ معناها أنه هو وحده الذي تقصده المخلوقات، لا نلجأ إلا لله ولا نستعين إلا بالله. علل سبب نزول قوله تعالى: قل هو الله أحد. ما سبب نزول سورة الإخلاص؟ ممتاز، عندما سأل المشركون النبي وقالوا له: صف لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد. هيا لنختار الإجابة الصحيحة. ما معنى كلمة كفوا؟ مماثلا أم معاونا أم عادلا؟ رائع، الإجابة الصحيحة مماثلا، بارك الله فيكم. هيا أيضا لنفكر. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ من يتذكر لماذا أنزل الله عز وجل هذه السورة؟ نعم، لقد نزلت عندما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: صف لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد. تأمر النبي أن يعلم الناس صفات الله تعالى لأنه إلههم وربهم وخالقهم، وأنه واحد لا إله غيره، كامل لا يشبهه أحد، لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. هيا الآن أيضا لنختبر أنفسنا، وهل نستطيع أن نفسر هذه الآيات؟ قال الله تعالى: قل هو الله أحد. ما المعنى الذي فهمته من هذا السؤال؟ معناها أن الله واحد ليس له شريك. ما المقصود بالآية الله الصمد؟ معناها أنه هو وحده الذي تقصده المخلوقات. ما المقصود بقوله تعالى: لم يلد ولم يولد؟ أي أن الله تعالى ليس له والد وليس له ولد. الآية الأخيرة: ولم يكن له كفوا أحد، وتعني أن الله تعالى ليس له مماثلة، لا في أسمائه ولا أفعاله ولا صفاته. بارك الله فيكم. هيا الآن لنكمل هذه الجملة بكلمات صحيحة. أكمل العبارة الآتية: الله سبحانه وتعالى ليس له ماذا وليس له ماذا؟ هيا نكمل. ممتاز، ليس له والد وليس له ولد، لم يلد ولم يولد، بارك الله فيكم. هيا الآن لنذكر فضل سورة الإخلاص. ما فضلها عند الله عز وجل؟ قراءة سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن الكريم، أي كأنما قرأت 10 أجزاء من القرآن، بارك الله فيكم. الآن وصلنا إلى الجزء الثاني من الدرس، ونراجع سويا تفسير سورة الماعون. نبدأ أولا بمراجعة لمعاني كلمات سورة الماعون. هيا لنصل كل كلمة بالمعنى المناسب لها. لدينا الدين، يدعو، اليتيم. ولدينا أيضا معاني كلمات: من فقد أباه وهو صغير، يكذب بيوم القيامة، يؤذي. ما المقصود بكلمة الدين؟
من يعرف؟ يكذب بالدين، المقصود بها يكذب بيوم القيامة. ما المقصود بكلمة يدعو؟ يدعو اليتيم، أي أنه يؤذي اليتيم. ممتاز. من هو اليتيم؟ هو من فقد أباه وهو صغير. أحسنتم. هيا لنكمل باقي معاني الكلمات. لدينا كلمة ولا يحض المسكين الماعون، ولدينا أيضا كل ما ينتفع به الناس لا يحث الذي ليس لديه ما يكفيه. ما المقصود بلا يحض؟ من يعرف؟ رائع، أي أنه لا يحث أهله على إطعام المسكين، والمسكين هو الذي ليس لديه ما يكفيه. بارك الله فيكم. والماعون هو كل ما ينتفع به الناس. ممتاز، بارك الله فيكم. هيا الآن لنكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. المسلم حريص على ماذا مع اليتيم؟ ماذا نفعل مع اليتيم؟ ماذا أوصانا الله عز وجل؟ وماذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، المسلم حريص على العطف على اليتيم. ويجب علينا أيضا ماذا نفعل مع المسكين؟ ولا يحض على طعام المسكين. يجب علينا أن نطعم المسكين، وعلينا أيضا أن نؤدي الصلاة. متى نؤديها؟ رائع، نؤديها في الوقت المحدد لها. هيا الآن لنجب على هذا السؤال. اليتيم من هو؟ هو من مات أبوه أم أخوه أم جده؟ الإجابة الصحيحة هو من مات أبوه. ممتاز. ما واجبنا نحو اليتيم؟ رائع، واجبنا أن نعطف عليه. بارك الله فيكم. نريد أيضا أن نعرف تفسير قول الله تعالى ولا يحض على طعام المسكين. ما المقصود بالمسكين؟ وما المقصود بلا يحض؟ أي لا يحث على طعام هذا الفقير الذي ليس لديه ما يكفيه. هذا الإنسان الذي يكذب بيوم القيامة لا يحث أهله أو غيره على إطعام المساكين. والمسكين هو إنسان كبير أو صغير ولكن لا يملك مالا كاف لحاجته. بارك الله فيكم. الآن هيا لنجب على هذا السؤال الجميل. ما الفرق بين اليتيم والمسكين؟ اليتيم هو صغير فقد أباه، ولكن المسكين هو إنسان يمكن أن يكون كبير أو صغير ولكنه فقير لا يملك مالا كاف لحاجته. هيا الآن فكر معي في إجابة هذا السؤال. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. ما المقصود بكلمة ويل في قوله تعالى ويل للمصلين؟ هيا لننظر إلى هذه السورة. ما معنى ويل من هذه السورة؟ نعم، الويل هو الهلاك والدمار والعذاب الشديد. لمن؟ للذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين لا يقيمون الصلاة في الوقت المحدد لها. والذين هم يراءون. ما معنى كلمة يراءون؟ أي أنهم لا يصلون طاعة لله، بل يصلون كي يراهم الناس، ليس لديهم إخلاص، يصلون من أجل الناس ولا يبتغون من الصلاة وجه الله عز وجل. بارك الله فيكم. هيا الآن إلى هذا السؤال. ما هي صفات الإنسان الذي يكذب بيوم القيامة؟ هيا نتذكر سويا ونعدد صفات هذا الإنسان. أولا، هذا الإنسان يدعو اليتيم، يسيء معاملة اليتيم، وأيضا لا يحض على طعام المسكين، لا يطعم المسكين ويبخل عليه ولا يحث أهله على إطعام المسكين. وماذا أيضا؟ يسهو عن صلاته ولا يصلي في الوقت المحدد للصلاة. أيضا يمنع الماعون، أي يمنع مساعدة الناس. هذه الصفات من يكذب بيوم القيامة. بارك الله فيكم.
هيا الآن لنجب على هذا السؤال، ما الدروس المستفادة من الآيات الكريمة في سورة الماعون؟ هيا سويا لنعدد ماذا استفدنا من هذه السورة الكريمة؟ أولا، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الدرس منها الإيمان بيوم القيامة. ثم تعلمنا أيضا وجوب الإحسان إلى اليتيم، إلى هذا الصغير الذي فقد أباه. وأيضا تعلمنا أنه يجب على المسلم العطف على الفقراء والمساكين الذين ليس لديهم ما يكفيهم. من الدروس المستفادة أيضا أنه يجب على المسلم الصلاة في الوقت المحدد لها، نصلي الصلاة في أوقاتها. أيضا تعلمنا إخلاص العمل لله، الذين هم يراءون لا يصلون إلا لكي يراهم الناس، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يخلص العمل والعبادة لله تعالى. وفي النهاية تعلمنا أيضا ويمنعون الماعون يمنع مساعدة الناس، لذلك يجب علينا حب الخير لكل الناس وأن نقدم المساعدة لكل من يحتاج لها. ممتاز، بارك الله فيكم. نصل الآن إلى نهاية هذا الدرس، أشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.